النهاردة أجرية الجراحة، ماذا بعد العملية؟ ترتيبات المرحلة اللي جاية إيه؟ معنا على الهاتف العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، واللي على صلة أو على اتصال لحظي بالكابتن وأسرته. يا محمد بيه، أهلا بيك. أستاذ إبراهيم، إزي حضرتك يا فندم؟ تحياتي وتحيات المهندس عدلي. أهلا وسهلا كابتن عدلي، ربنا يخليك. أهلا بيك يا حبيبي. الله يخليك. قول لي يا سيادة العميد، إيه آخر الأخبار؟ لا والحمد لله طبعا، اخر حاجه احنا اطمنا على الكابتن الخطيب، الطاقم الطبي اللي اجرى الجراحه ازال الورم الكامل اللي كان بيضغط على الحبل الشوكي. تمام. والحمد لله رب العالمين، هو خرج من العمليات الساعه 3:30 عصرا، دخل الافاقه الحمد لله الحاله اطمنا عليها، وراح دخل اوضه غرفته العاديه في المستشفى بدلا من العنايه المركزه طبعا، عشان الحاله الحمد لله بقت مستقره. الحمد لله. وبنادى في المستشفى، وان شاء الله باذن الله يغادر المستشفى سالم غانم ويرجع لنا بالسلامه ان شاء الله باذن الله. يعني يبقى تحت المواظبه في المستشفى 10 ايام كمان ان شاء الله باذن الله. ان شاء دول فيهم علاج طبيعي مش كده؟ اكيد طبعا، كل الامور بقى طبيعيه، ولكن الحمد لله هو كان اهم حاجه بالنسبه لنا كان فيه بس الاول، لان هنقعد في العنايه المركزه يومين. الحمد لله حالته مطمئنه، فخرج على الغرفه الطبيعيه جدا، واحنا متابعين مع اسرته. وكابتن محمود الخطيب بيوجه شكر وجزيل الشكر لكل الناس اللي بتطمن عليه، وبيطمن الناس كلها، وبيطمن جمهور النادي الاهلي، وبيطمن كل المصريين اللي بيسالوا عليه، وهو بنفسه اللي طلب اللي احنا نطمن الناس كلها، وبنشكرهم وبيوجه الشكر ليهم كلهم. ان شاء الله باذن الله اول ما يعني نتواصل معاك عليا ان شاء الله بقى هيكون فيه مع قناه الاهلي كده على طول، بنطمنهم باذن الله ان شاء الله. غياب الكابتن محمود يا سيادة العميد، انا عدل القيعي. اه يا كابتن عدل. بيحملنا جميعا مسؤوليه، ها؟ ولا استثني نفسي ولا حضرتك، ان احنا يبقى سايب وراه ناس يطمئن على الاهلي معاهم باذن الله. اكيد، وهو عارف كده كويس جدا، وراه من اول نائب رئيس مجلس الاداره بمجلس الاداره بالكامل بالاداره التنفيذيه، زي ما حضرتك قلت وانت طبعا على راسنا كابتن عدلي، كل الناس كابتن خطيب موجود النهارده، المجلس بالكامل بيطمن على كابتن خطيب، الادارات بالكامل، اعضاء الجمعيه العموميه، عشان كده هو بيشكر الناس كلها، وعلى ثقه تامه اللي كل الموجودين في النادي بيفضلوا للنادي الاهلي على مصلحتهم الشخصيه. واكيد ان شاء الله باذن الله هيرجع بالسلامه، وهيكون بيلاقي فعلا اللي هو اختياراته صحيحه، وهنكمل مسيرتنا باذن الله بالشكل اللي كل الناس مستناه ومنتظراه من النادي الاهلي ان شاء الله. 10 ايام ويعود للقاهره باذن الله. ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. شكرا جزيلا العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي.